تعود الحياة من جديد إلى ميناء طنجة المدينة بعد رسو أولى البواخر السريعة القادمة من ميناء طريف الإسباني في هذا الميناء صباح اليوم. رحلات بحرية عبر البواخر السريعة تنطلق اليوم في اتجاه إسبانيا ومن إسبانيا في اتجاه المغرب. مخرت هذه الباخرة السريعة عباب البحر المتوسط لترسو أخيرا برصيف ميناء طنجة المدينة بعد ساعة ونيف من انطلاقتها من ميناء طريف الإسباني. الرحلة الأولى التي أنهت اليوم 32 يوما بالتحديد من إغلاق ميناء طنجة المدينة أمام الرحلات البحرية كان على متنها نحو 49 مسافرا بينهم أفراد من الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا. استقبال من قبل السلطات المحلية بطنجة لأولى الرحلات البحرية وفرحة كبرى للمسافرين القادمين من إسبانيا أمام أنظار وسائل الإعلام المغربية والإسبانية والتي حضرت لتغطية الحدث الذي يلي عودة العلاقات المغربية الإسبانية إلى سابق عهدها بعد فترة توتر. جيت من أنا ساكنة حياتي كاملة ببرشلونة وبالنسيا، دابا الحق دابا قررت من الخزيرات على حسب الوالدين ديالي وما قالوا البركو عيوي هذيك. دابا عندي شهرين في الخزيرات سكنت وفرحانة نعود لبلادي. هذا اللي نقول لك. كيفاش جاتك اليوم انت بلادك؟ ما فرحانه قد حياتي في الدنيا. الله ينصر سيدنا، الله يحفظه، الله ينجيه، الله يوقف معاه. كيف فتح لنا هذا الشيء هذا، الله يحفظه، الله ينجيه، الله يخليه لينا، الله يخليه لينا. ما كتصورش الفرحه ديالنا شحال كبيره، وشكرا بزاف، شكرا بزاف. فرحانين واحد الفرحه بيتين بلا نعاس باش لحقنا فاس هذه. انا جيت من الخزيرات. فرحانه بزاف، فرحه لا توصف. فرحانين بزاف بزاف بزاف. الحمد لله يا ربي على كل شيء، وعاش الملك. جيت غير من السيبونه قريبه للخزيرات. كيفاش شفتي الرحلات الجديده؟ الحمد لله دازت. كنا في الاول شويه خايفين بالحق، الحمد لله كنا الفرحه كانت اكثر من الخوف. وحنا جيت سعداء بان الميناء ملي كيتحل في طنجه راه الرواج كيبقى في المدينه والتاكسي كيخدم، اي قطاع كيخدم في المدينه. وحنا جيت سعداء بالمبادره اللي عملها سيدنا وفتحنا الحدود. اليوم حنا سعداء يعني باش نستقبلوا اول باخره اللي غتربط بين طريفه وميناء طنجه المدينه بعد هاد السنتين يعني اللي عشناها والعالم كله عاشها ديال الجائحه ديال الكوفيد 19. وهادشي جاء بعد يعني التقارب اللي حصل الحمد لله بين المملكتين المغربيه والاسبانيه، وكذلك تحت يعني القياده الساميه لجلاله الملك اللي حقيقه شخصيه مشرف على هذا الامر هذا واعطى واحد واستطعنا باش نتخطاو هذه المشاكل كاع كلها اللي كانت. والان احنا كميناء سعداء باش نستقبلوا هاد ترجع النشاط للميناء لان حقيقه افتقدناه، وهذا الشيء ان شاء الله نامل ان يعود بالخير على الميناء وكذلك ما تخافوش على مدينه طنجه ككل. فالمدينه تعيش مع السياحه بخصوص السياحه يعني الخارجيه وكذلك الاسبانيه، فهذه دي مناسبه باش ترجع للحياه يعني الاقتصاديه ولمدينه طنجه ان شاء الله.